حصل علي وعلى طول ركنية ذهبية جميلة عالية فوق راسية من الدفاع متابعة هوبا التصويبة أرضية تعدي ولكن بره الملعب ركنية تالتة على التوالي للنادي المصري. المصري ضاغط المصري ضاغط وجماهيره بتسنده. العب يا مصري العب يا مصري سجل يا مصري اضرب يا مصري. الضربة الأولى النهاردة في المباراة ركنية تالتة لصالح النادي المصري والركنية بقدم المتخصص وهو اللاعب حسن علي. لسه حسن علي والركنية حسن علي عرضية ذهبية راسية من الدفاع متابعة من خطورة سيفتيري بسند على الشمال هوبا المهارة والعرضية الخطيرة والراسية والهدف جوا جول جوا جول. محمد الشامي 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 يولع المباراة يشعلها نار ويسجل يا سيدة هدف التقدم في الدقيقة 11 من عمر المباراة. النادي المصري يستغل هم بداية ويستغل المساندة والتشجيع الكبير من عشاق ومحبي أبناء بورسعيد. المصري الآن يتقدم على فريق فاركو بقدم نجم النجوم محمد الشامي اللي النهاردة يسجل تاني أهدافه مع النادي المصري في بطولة كاس مصر في الموسم الحالي. هذه العرضية الذهبية من القدم اليسرى المية مية بقدم ميدو جابر ثم راسية من صلاح محسن ثم متابعة غير بقدم لاعب غير هو النجم محمد الشامي نجم الإسماعيلي السابق ونجم النادي المصري بورسعيدي الحالي. بكل التأكيد النادي المصري يولع المباراة يشعلها نار هنا.